وللحديث أكثر عن الحراك الشعبي المستمر رغم القمع الذي شهدته تظاهرات 25 من القوات الحكومية بتحريض من حكومة الكاظمي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد علي عباس فاضل الناشط في التظاهرات. أستاذ علي، مرحبا بكم. متظاهرو بغداد يواصلون توافدهم إلى ساحة التحرير ليوم الثالث على التوالي رغم القمع المستمر والتحريض الممنهج من قبل الحكومة، لكن هنا ما الرسالة التي تريدون إرسالها بهذا الحشد في الساحات رغم كل ما ذكر؟ السلام عليكم. عليكم السلام. صحيح، عباس فاضل وليس عباس فاضل. عباس فاضل، تفضل. أهلا وسهلا بك عباس. نعم، تفضل بك صاحبي. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لقناة رافجة الكريمة وجميع كوادرها إن شاء الله. أهلا بك سيدي الكريم. أستاذ علي، أستاذ علي، هناك توافد من قبل المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي، ما الرسالة التي تريدون إرسالها بهذا الحشد من في الساحات رغم كل ما ذكر؟ عزيزي، بالنسبة لثورة تشرين، نعم، إن شاء الله مستمر رغم كل القمع ورغم القتل والترهيب الممنهج عندهم. وأحب أوصل رسالة للحكومة وأحزاب المتنفذة أنه إحنا باقين وما أظن في ثورة ومطالبنا، وأنا نتنازل عن مطالبنا ولو بعد حكمة فعلوا ومهما عملوا فإحنا مستمرين. هاي رسالة أوصلها. نعم. ولا تظنون أنه أنتم حققتوا اللي لا، إحنا راح نحقق مطالبنا إن شاء الله. طيب أستاذ عباس، مصادر صحفية تقول إن ناشطين تلقوا تهديدات بالاستهداف المباشر من قبل مجاميع مسلحة، لكن هنا السؤال، لماذا تستمر الحكومة في أسلوبها القمعي رغم عدم نجاح هذا الأسلوب في هدفه في وقف التظاهرات؟ ما الغاية من وراء ذلك؟ عزيز، التهديدات واصلة، ومتحدث واحد من تعرضنا للتهديد ومستمر التهديد والخطف لحد الان، قتل لحد الان مستمر. بداوا يشعرون من خلال ثورتنا الحكومه واحزابها المتنفذه بداوا يشعرون بانتهاء حكم، وهم ما لا يريدوا هم هذه الاشياء، لان يريدون السرقه والقتل والنهب وتدمير العراق. هم جاؤوا من اجل تدمير العراق، لا من اجل اعانه العراق والنهوض بالعراق إلى سابق عهده. طيب أستاذ عباس، لكن الحكومة تتهمكم بوجود مندسين داخل التظاهرات، ما الهدف من وراء ذلك؟ أستاذ العزيز، المندسين موجود، ما أنكر أنه مندسين بيناتنا، ولكن من المندسين؟ المندسين نعم. هم أحزاب، المندسين من قبل الأحزاب المتنفذة اللي دخلوا بيناتنا المندسين وحاولوا بشتى الوسائل، يعني بشتى الوسائل حاولوا انهاء الثورة.